بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالضيوف الكرام في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا COVID-19، سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، سعادة المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، سعادة الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. وننوه مشاهدينا بأن هذا المؤتمر الصحفي يبث على الهواء مباشرة وينقل على موقع وزارة الصحة بخمس لغات مختلفة، كما وسيشارك الزملاء الصحفيين في هذا المؤتمر بشكل مباشر عبر المنظومة الألكترونية. البداية مع سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي، حيث نطلعكم على آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا COVID-19 في مملكة البحرين. أود في البداية أن أؤكد أو أود التأكيد على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الفردية والتقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، بما يمكننا من تجاوز هذه الجائحة بإذن الله بنجاح. وهنا من الواجب التنبيه إلى أهمية عدم الاستهتار والتهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس. الاستهتار يؤدي إلى الانتشار، والالتزام يؤدي إلى الانحسار. التزم بمسؤولية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. الفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها يومياً تكشف ارتفاعاً في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا الناجمة عن المخالطة لحالات قائمة. إن الالتزام بمسؤولية واستشعار خطورة التهاون في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة قدر الإمكان تمكننا جميعاً من التصدي لهذا الفيروس بإذن الله. نود التأكيد بأن وزارة الصحة تتابع كافة المؤشرات ذات العلاقة بمستجدات فيروس كورونا، ومن المهم جداً رصد النتائج المتحققة محلياً على مختلف المقاييس لقياس صحة ما يتم اتخاذه، ويبين متوسط معيار التكاثر الأساسي اللي أشرنا إليه مسبقاً الـ RO أو R note، متوسط عدد الأشخاص الذين يمكن أن ينتقل إليهم الفيروس من حالة قائمة بالفعل. اليوم إن شاء الله سيتم التسليط أو تسليط الضوء على متوسط معيار التكاثر الأساسي للمواطنين وغير المواطنين في مملكة البحرين بالنسبة للفيروس، ومتوسط معدل كذلك الانتشار فيما بينهما، وذلك من تاريخ 13 من شهر مايو الماضي وحتى 9 من هذا الشهر شهر يونيو الجاري. ودعونا نجدد التذكير بأن متوسط معيار التكاثر الأساسي الـ R note إن كانت قيمته أكبر من الواحد فهذا يعني انتقال الفيروس، أي أن الحالة القائمة ستنقل الفيروس إلى أكثر من شخص. ويعني بشرح مبسط، إذا كان هذا المعدل هو واحد فمعناته ينتقل من واحد إلى مصاب إلى واحد ممكن يكون مخالط لسليم. إذا كان معدل اثنين، إذا من واحد إلى اثنين، معدل ثلاثة وهكذا عامة يزيد، وإذا قل عن الواحد معناته انتشاره إلى واحد ثاني تكون نسبته أقل، وهذا هو عامة المطلوب. حاليا في البحرين يبلغ متوسط الـ RO أو الـ R note لمدة سالفة الذكر مرة ثانية من 13 ماي إلى 9 يونيو حوالي 1.52، هو متوسط مثل ما خبرنا هذه الفترة. إذا معناته أن لكل واحد ممكن ينقل، طبعا فعليا احنا نقول الاثنين ممكن ينقلون عامة إلى ثلاثة، واحد يا ما مش حاب ينقله حق واحد ونص، ولكن هو كمؤشر عام
إذا عندي 100 عامة شخص مصاب ممكن ينقلون حق 150 شخص ثانيين. ويبلغ متوسط الار نوت، احنا اليوم نبي نشير الى يعني الفرق بين المتوسط هذه بين المواطنين عشان نعرف انتشاره بين المواطنين ومن بين غير المواطنين. فوجدنا بين المواطنين هو 1.83، يعني مساعة تكلمنا عن المتوسط 1.52، اما لما يكون حق البحرينيين فقط كمواطنين يصير أعلى، يكون 1.83، ولغير المواطنين 1.35. طريقة شوية أبسط، لو عندي أنا 100 مصاب لا سمح الله من البحرينيين ممكن ينقلون حق حوالي 183 شخص، ولو كان عندي 100 مصاب من غير البحرينيين ممكن ينقلونه إلى 135. نلاحظ الفرق هنا أن سرعة انتشار أو مدى انتشار أو تكاثر الفيروس في المواطنين حالياً بالوقت اللي احنا حسبناه أكثر من معدل الانتشار بالنسبة لغير المواطنين. ومن أهم أسباب ارتفاع متوسط معيار التكاثر الأساسي بين المواطنين هو التجمعات الأسرية والاجتماعية والخروج من المنزل لغير ضرورات، إلى جانب عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية اللازمة والتهاون في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية. نؤكد استمرار مختلف الجهود الوطنية بإذن الله ما بتتوقف للتصدي لفيروس كورونا، للتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين مع مختلف المستجدات. من أوجه المرونة في التعامل مع الحالات القائمة حاليا هو ما تم بالأمس القريب من إقرار العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمة وفق اشتراطات معينة. وهنا نود التنبيه أو التنويه بأن الخدمات الصحية العلاجية من فحص وحجر وعزل جميعها وعلاج مستمرة بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل ومراكز العلاج. ونؤكد في هذا الصدد أن إتاحة هذه الخيارات لا تعني عدم توفر الطاقة الاستيعابية في مراكز العزل والعلاج ومراكز الحجر الصحي الاحترازي، بل العكس صحيح، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج حالياً 8511 سرير، والإشغال منها حوالي 5061، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 3410، بينما يبلغ الإشغال منها 492. نؤكد أن صحة المواطن أولوية، لا يتم التردد في اتخاذ اللازم للحفاظ عليها من أجل صحة وسلامة الجميع. يجب أن تكون صحة وسلامة الجميع أولوية كذلك لدى كافة المواطنين والمقيمين. نقطة مهمة نذكر أو ندعو الجميع إلى ضرورة استسقاء المعلومات وتحصيلها حول فيروس الكورونا من وزارة الصحة والجهات الرسمية. الفريق الصحي في البحرين عمل جاهد أنه يحصل جميع المعلومات، فيلت أن تكون من الجهات الرسمية ذات العلاقة كجزء من مسؤوليتهم الفردية. فأنت مسؤول من أين تحصل على المعلومات وتقرأها، ومن وكذلك مسؤول عن نشرها وإعادة نشرها. فإذا هذه المعلومات ومهمتها أهميتها الآن واستساغها من أماكن صحيحة، والحمد لله المعلومات الآن بالسهولة الواحد الحصول عليها، فما في أي أحد عنده حجة بأن هناك في معلومات وشك فيها عامة، أو حتى في هناك إشاعة يتم الرد عليها بالأماكن عامة المحددة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمركز الاتصال 444 على جهوده الكبيرة، حيث تلقى أكثر من 85,000 مكالمة خلال هذا الأسبوع فقط، وبعدد إجمالي 445,000 متصل منذ تدشين المركز. نذكركم قبل الختام أنه بإمكانكم حجز المواعيد والاطلاع على المعلومات التفصيلية عبر تطبيق مجتمع واعي والموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. احنا استطعنا الحمد لله
في وقت يوم كانت البحرين تحتاج أن الكل يكون في مسؤولية، استطعنا في البحرين أن احنا يعني نخفض من عدد الانتشار، وقلت عامة الإعداد بالتزام الناس، وهذا الأمر موجه عامة لكل فرد في البحرين، فرد بمسؤوليته، وهو عامة بهذه المسؤولية يحمي نفسه، يحمي من يعز عليه من حوله، ويحمي المجتمع عامة من المخاطر اللي ممكن تكون في الأيام القادمة. أشكركم جميعا، ومجددا الوطن أمانة، والحفاظ على الصحة العامة واجب وطني، ويدا بيد سنتمكن بإذن الله من تجاوز هذا التحدي. شكرا لاستماعكم، والآن أترك لي الدكتور مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية مستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للكلمة، فليتفضل مشكور. شكرا سعادة الدكتور وليد المانع. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. بسم الله نبدأ به نستعين. تجربة واستراتيجية مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي ضد جائحة الكورونا، مثل ما خبرناكم، هي فعلا كانت تعتمد على ثلاث أسس علمية تكلمنا عليها منذ بداية هذا التحدي. تكلمنا على الفحص، وتكلمنا على تتبع المخالطين، وكذلك العلاج. وهذا يعني قبل ما أبدأ بموضوع اليوم، كانت لنا تجربة جميلة وفريدة بالأمس مع زميلي سعادة الدكتور وليد المانع في تقديم تجربة مملكة البحرين إلى عن طريق التعاون من سفارة البحرين في المملكة المتحدة أمام البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين عن تجربة البحرين في التصدي لهذا الفيروس، وبالتحديد تم التطرق إلى موضوع تتبع المخالطين اللي هو بيكون إن شاء الله اليوم كلامي عليه. في البداية علشان نشرح عملية تتبع المخالطين ومنهم في فريق المخالطين وآلية تتبع المخالطين، أتوقع من المهم جدا تعريف كلمة المخالطين، وبالتالي هذا بيخليني أتكلم إلى الآلية وآلية الفحص وكيفية تتبع المخالطين. تعريف الله يسلمكم المخالطون، المخالط هو أي شخص يخالط حالة قائمة أو مشتبه بها وبعدين أصبحت حالة مؤكدة في ظروف أو حالات معينة، وبتطرق إلى هذه الحالات، خلال يومين إلى 14 يوم من ظهور الأعراض للحالة المؤكدة. يعني إذا الشخص كان عنده حالة مؤكدة، في تعريف المخالط إذا تعرضت لهذه الشخص يومين قبل ظهور الأعراض إلى 14 يوم أثناء ظهور الأعراض. فالسؤال بي، ما هي الحالات اللي بتخلينا إحنا أو تخلي فريق التتبع يعني يخليك من ضمن لستة المخالطين؟ أنا مقسمها الله يسلمكم إلى أربعة أقسام، لأن هي شوية يبي لها تفسير. الحالات الأربعة اللي تتم فيها تعريف الحالة المخالطة بتكون السكن المنزلي، وبعرف بالتحديد ما هو السكن المنزلي، البيئة المقلقة، طبعا البيئة المقلقة تعتبر الفصول الدراسية، غرف الاجتماعات، أو حتى غرف الانتظار أو أماكن الانتظار في المستشفيات، فهي رقم اثنين. رقم ثلاثة، المنشآت الصحية أو المختبرات اللي تقوم بها عينات فيروس الكورونا. وأربعة، أي ظروف أو أي حالات فيها أي اتصال جسدي بالحالة القائمة أو هناك التصاق برذراض الفيروس. فهذه الأربع الحالات اللي يتم فيها تعريف الحالات المخالطين. ناخذها بالتفصيل معاكم، اللي هي التعريف المخالطين في المنزل. أي شخص يكون عايش في البيت نفسه مع الحالة القائمة أو الحالة المؤكدة أو الحالة المشتبه بها وبعدين صارت حالة مؤكدة، يعتبر من المخالطين المقربين، لأن كونك تعيش مع نفس الشخص، تشارك نفس الأشياء أو الأدوات الشخصية، فتكون أنت أكثر عرضة لانتقال هذا الفيروس لك، فتكون أنت في هذه الحالة معرف بمخالط. الشيء الثاني اللي علاقة بعد في البيت، أي اتصال جسدي مباشر مع الحالة المؤكدة أو الاتصال المباشر وجها لوجه، وهني فيها تعريف محدد أن تكون قريب للشخص في مسافة أقل من مترين،
في بعض الدراسات يقولون أقل من متر في مدة زمنية تتجاوز 15 دقيقة المتواصلة. فهذا فعلا هو تعريف محدد وتعريف يعني له ظروف معينة علشان أقول أنك أنت مخالط، وهذا مهم جدا عشان شخص يعرف إذا تم اتصال به لماذا أنت مخالط، وإذا ما اتصلوا فيك لأنك أنت مو من ضمن الشروط اللي أنا بتكلم عليها. فإحنا خلصنا الحين من الحالات اللي تكون مخالطة في البيت وعرفناها. إني حق الأماكن المغلقة، أي زملاء مخالطين لزميل مشتبه به أو لزميل أثبتت أنه عنده حالة مؤكدة في مكان العمل هو مكان مغلق بشكل يومي، نفس الشيء في مسافة تقل عن مترين أو متر لمدة زمنية تتجاوز 15 دقيقة، معناته أنت تكون من الأشخاص المشتبه بهم أو المخالطين اللي يجب عليهم فحصهم. في نفس الشيء الأماكن المغلقة بتكون أي شخص يكون موجود في بيئة مغلقة بتعريفها بيكون مع حالة قائمة في البيئة المغلقة اللي هي الفصول الدراسية، غرف الاجتماعات أو حتى غرف أو أماكن الانتظار في المستشفيات. فإحنا خلصنا تعريف المخالطين في البيت وعرفنا عن المخالطين في البيئة أو الأماكن المغلقة. أي حق أهم شيء اللي يهمنا إحنا في الطاقم الطبي اللي هي في المنشآت الصحية اللي تعتني بمرضى الكوفيد أو في مختبرات اللي تقوم بعمليات فحص عينة الفيروسات. فأي شخص يكون يتعامل مع حالة مؤكدة بمرض الكوفيد من غير أنه يلبس الأدوات الواقية المناسبة يعتبر أنت من الأشخاص المخالطين لهذه الحالة. وفي نفس الوقت إذا كنت عامل في مختبرات تتعامل مع العينات اللي هو التابعة لفيروس الكورونا ويا أنك تكون ممكن لابس الواقي وهي حالة جدا نادرة أو مستحيلة في الوقت الحاضر، أو أن هناك اشتباه بأن الأدوات الواقية كان فيها ثقب أو ممزقة، فمعناته هناك احتمالية حدوث لا قدر الله انتقال الفيروس من العينة إلى الشخص اللي اشتغل عليها. فهذه ما يخص بالحالات. ونأتي إلى آخر حالة اللي دائما احنا بنسمع عنها اللي هي في أدوات في وسائل النقل أو في الطائرة. إذا كنت جالس مع حالة مؤكدة أو كانت مشتبهة وأصبحت مؤكدة في أقل من مقعدين من أي اتجاه أمامي أو خلفي فتعتبر كذلك من المخالطين. وأحب أذكر بأن إذا كانت هناك وسيلة نقل وكان الشخص اللي موجود معك يعني عنده أعراض شديدة لفيروس الكوفيد فأي كانت المسافة تعتبر أنت من المخالطين. فمثل ما تشوفون أن هناك فعلاً يعني تعريف محدد وتعريف دقيق جدا لحالات متعددة لكيفية تحديد هوية المخالطين، وهذا جدا مهم علشان الأخوة اللي تصلون في 444 دائما يتسألون إحنا ما كنا من الأشخاص اللي اتصلتوا فينا، ثقوا تماما بأن هناك آلية متبعة ودقيقة لكيفية يعني إعداد هوية المخالطين. فعرفنا الحين ما هو المخالط وما هي الحالات الثمانية اللي قد تكون أحد أسباب عرضة لفيروس الكورونا. إني حق نقطة اللي هي أكثر أهمية كيفية فحص المخالطين أو الآلية. أحب أنوه قبل ما أتكلم عن الآلية، هناك فعلا فريق كبير جدا مكون من وزارة الصحة وزارة الداخلية وقرفة العمليات يعملون على مدار 24 ساعة منذ ظهور أول تحدي لفيروس الكورونا، يعملون فعلا لتحديد الهوية وكشف البيانات وتتبع أثر المخالطين. فأول خطوات أول خطوة مهمة بالنسبة لفريق التحري بيكون جمع المعلومات والبيانات وتحديد المخالطين. أنت ممكن تتخيلون كمية الجهد الكبير اللي هذه يتطلب من الفريق في إعداده. فأول شيء يتم التأكد من أن الحالة القائمة هي فعلا حالة قائمة، وذلك عن طريق الدخول إلى سجل وزارة الصحة والتأكد بأن الشخص المخالط كان فعلا لحالة مؤكدة أو كان مشتبه بها وأصبح حالة مؤكدة. هي أول شيء. ثاني شيء تتم إعداد قائمة المخالطين لهذا الشخص، ويتم السؤال والتأكد هل فعلا أنت خالط هذا الشخص ولا لا بحسب التعريفات اللي عندنا. فعقب ما نسوي الليستة أو القائمة يتم تحديد الهوية ويتم تقفي أثرهم
من أول تعرضه لهذا الشخص ونحسبها من يومين نفس ما ذكرت لكم من يعني تصادفه لهذه الحالة إلى مدة 14 يوم من مخالطته إلى هذا الشخص. وبعدين يتم حصرهم حق المخالطين حسب التعريف والشروط اللي بيناها وحسب البيانات هي موجودة في وزارة الصحة. فأول وسيلة هي جمع البيانات وتحديد الهوية المخالطين. بعدين يصير الاتصال الفوري للمخالطين. إحنا إذا نقول الفوري في أقرب فرصة ممكنة يتم على حسب يعني مستوى خطورة المخالط حسب الشروط والتحقق كذلك في الحالة. هني نشرح لهم طبعاً عقب الاتصال نشرح حق المخالط لماذا تم الاتصال بك، التعريف بالمخالط ودرجة المخالطة، وبعدين يتم تحديد الموعد للفحص اللي هو أخذ عينة المسحة الأنفية. وعلى طبعاً ضوء النتيجة، إذا كانت النتيجة سلبية اللي احنا نسميها PCR نيجاتيف، يتم عليك تطبيق النظام الآتي اللي هو الحجر المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الفحص، وإلزامك بتحميل تطبيق مجتمع واعي، وكذلك تقديم لك جميع التعليمات والنصائح اللي بتحتاجها واللي ترى موجودة هي فعلا في تطبيق مجتمع واعي وكذلك موجودة في موقع رسمي لوزارة الصحة. ثالث نقطة من الآلية، احنا تكلمنا على تحديد الهوية والاتصال بهم، اللي هي بيكون إطلاق المخالطين. فإذا كانت النتيجة سلبية وتم حجرك في المنزل لمدة 14 يوم، على الشخص المخالط، طبعا هذه يخبرونه قبل انقضاء مدة انتهاء الفترة الحجر المنزلي بثلاثة أيام، عليك أنك تحجز الموعد إلكتروني عن طريق التطبيق، إحنا نسميها فحص الخروج من الحجر المنزلي، بالإنجليزي نسميها الإكزيت سواب، من خلال طبعاً تطبيق المجتمع الواعي. وبعدين يتم إبلاغ المخالط بأنك أنت فعلاً تم يعني عمل العينة والنتيجة كانت سلبية، فبإمكانك الآن الخروج من المنزل أو الحجر المنزلي، وكذلك نعطيه بعض النصائح أو نأخذ منه بعض الاستفسارات اللي يحتاج منها. فمثل ما تشوفون هي فعلاً عملية متسلسلة ودقيقة وفيها جهد كبير يتطلب من فريق متتبع المخالطين. وهذا عشان أكد لكم إذا صار هناك عملية اتصال أو هناك عملية تتبع، فمن الضروري جدا التعاون مع هذا الفريق. هي ليست عملية أني أنا يعني أتحدى خصوصية الشخص، ولكن إحنا في حالة جائحة، من المهم جدا أن إحنا نكون متعاونين مع هذا الفريق اللي هو أحد يكون أبنائك أو إخوانكم، يعملون على مدار الساعة من أجل راحتكم ومن أجل صحتكم وصحة كل فرد يعيش في هذا المجتمع. طبعاً هذه كل العملية الهدف منها شنو؟ اللي هي إنجاح عملية الاحتواء اللي إحنا اشتغلنا عليها لمدة خمسة شهور يعني متكاملة متواصلة لمنع انتشار هذا الفيروس في المجتمع. فعلينا علي أنا يعني عليك وعلي تقع مسؤولية الالتزام واستشعار فعلاً خطورة التقيد بهذه وضرورة التقيد بالإجراءات الصادرة من الفريق الوطني، لأن في النهاية تصب في مصلحة المجتمع. التعاون الكامل مطلوب فعلا من كل فرد في هذا المجتمع، على قولتهم يعني خلونا فعلا نشتغل وما نبي يعني الكلمات الإشاعات أو الكلام المغلوط يكون ينتشر التخويف والهلع. فعلا الفريق قاعد يشتغل بكل جهد، كل اللي نبيه من كل فرد في المجتمع أنه فقط يلتزم ويستشعر بالمسؤولية. الهدف واحد، الهدف هو أنه هو نحد من انتشاره. نبي نكون من الدول اللي نفتخر فيها إن شاء الله في النهاية نقول صفرنا الحالات بأقل الخسائر. نبي نحافظ فعلا معاكم على جميع الإنجازات اللي قامت بها مملكة البحرين بجميع المواطنين، وأنتوا أحد الأشخاص اللي شاركنا فيها على مدى خمسة شهور. فنطلب منكم فقط التعاون الكامل مع الفريق الوطني أو الفريق تحري للمخالطين، وبإذن الله إذا 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 فعلًا حطينا يدنا بيد مثل ما تفضل أخوي دكتور وليد، راح ننهي هذا التحدي بأقل الخسائر. وأتركنا الحين الكلام إلى زميلتي الدكتورة جميلة سلمان للتكلم على آخر إحصائيات مراكز العلاج. شكرًا جزيلًا دكتور مناف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أبدأ من نقطتين المهمتين أعتقد اللي ركزوا عليهم سعادة الدكتور وليد ودكتور مناف، وهي فعلا الالتزام، الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي موجودة على مستوى مملكة البحرين واللي وضعها الفريق الوطني واللي فعلا مطبقة على أعلى المستويات، وجميع الفرق في جميع المراكز تعمل عليها، واللي أثبتت يعني جدارتها في القضاء على انتشار الفيروس في أي دولة، حتى المنظمات الصحية العالمية وجميع العلماء والأطباء اللي يعملون على هذا الموضوع. النقطة الثانية واللي ركزوا عليها الزملاء هي نقطة واضحة يمكن للجميع في هذا الوقت، إن الاستهتار راح يسبب الانتشار، هذا واضح، وكنا نعتمد على معايير معينة واللي تعتمد على انتقال العدوى في علم الأوبئة أو في مكافحة العدوى، مدى التزمنا فيها راح تكون النتيجة الثانية وهي الالتزام، وهي توازي الانحسار، لأن ما أعتقد أن في أي أحد ما يبغي أن يوصل لمرحلة الانحسار، واللي تفضل بها دكتور مناف يكون في وضع أن احنا فعلا نقول قدرنا فعلا نقلل الحالات وأن نتجاوز هذه الأزمة بنجاح إن شاء الله. وأحب التنويه طبعا أن جميع الجهود الموجودة على مستوى مملكة البحرين ووزارة الصحة من أجل زيادة عدد الاختبارات قائمة، وبالعكس في زيادة مستمرة لمتابعة المخالطين ولاكتشاف الحالات الجديدة على أساس تكون توصل إلى مراكز العزل والعلاج في الوقت المناسب. إحنا مو مهم عندنا عزل المصاب حتى لو ما كانت عنده الأعراض، حتى لا يعدي أي شخص آخر موجود معه في نفس الأسرة، وعزل أو علاج المصابين اللي يحتاجون لعلاج في مراكز العلاج. هذه النقطتين جدا جدا مهمة على أساس إحنا ممكن نتمكن من تقليل حالات، تقليل المضاعفات والوفيات. بالنسبة للفحوصات وصلنا إلى اليوم في مملكة البحرين إلى أكثر من 386 ألف فحص مختبر، وهذا من أعلى الفحوصات على مستوى العالم بطريقة عامة. وهذا شنو يساعدنا؟ هذا يساعدنا فإن نعرف ونتوصل إلى هذه الحالات سواء المصابة عندها أعراض أو غير أعراض، على أساس تكمل جميع الإجراءات من حيث العزل والعلاج. في الفترة السابقة وما يخفى على أي أحد، الإعلام الناس كلها تعرف أن فعلا في زيادة عدد الحالات في مملكة البحرين، وهذا يصاحبه طبعا مثل ما قلنا مضاعفات، أو لا سمح الله مثل حالات الوفيات اللي شفناها وشهدناها في الأسبوع وعشرة الأيام الأخيرة. الكل يسأل طبعا شنو هذه الأسباب، بس هي ترجع إلى إحنا مبادئ الالتزام بكل الإجراءات. في تهاون يعني احنا من الحالات اللي نشوفها واللي نتابعها في مراكز العلاج، التجمعات العائلية مصاحبة بالتهاون في تطبيق المعايير الأساسية، يعني حتى احنا لو نقول في داخل الأسرة الواحدة أو في العائلة لو يطبق جميع الاحترازات اللي احنا أهمها التباعد الاجتماعي، المسافة اللي تفضل بها دكتور مناف، الكمامات ونظافة الأيدي والأسطح، هذه لو كانت موجودة في كل مكان حتى لو كان عندك مصاب داخل المنزل. واللي حسناه طبعا من هذه الحالات اللي صارت، في فرق بانك انت هذا اخوي او اختي او الوالد او الوالده، وبان انا متاكد 100% ان اللي انا جالس معه غير مصاب وما راح يعدي، او انا غير مصابه وما اعدي اي شخص عزيز علي في المنزل. هذا مهم يكون، فاتباع الاجراءات لا يلغي يعني ولا يلغى في حاله وجود شخص قريب او عزيز عليك، بالعكس انا اعتقد لما تكون مع شخص عزيز او قريب ممكن يعني المفروض ان تكون هذه اهميه اولويه تكون بالنسبه الى اي شخص منا. بالنسبه يصاحب هذا طبعا يمكن شفتوا بعد الارقام زياده في عدد المتعافين، لان احنا في مملكه البحرين والفريق الطبي جميع البروتوكولات العلاجية وإحنا ذكرناها في المؤتمرات السابقة إنها تطور مع وجود معلومات مجددة عن هذا الفيروس وطريقة علاجه. لأي متتبع للدراسات العلمية والبحوث العلمية يعرف إن إحنا معلوماتنا عن هذا المرض تتغير باليوم، يعني مو إحنا ممكن نقول في أسبوع أو في الشهر، لا يوميا إحنا نشوف معلومات جديدة، وإحنا الفريق الطبي يتدارسها ويشوف إمكانية تطبيقها، وإذا كانت فعلا تصب في مصلحة وصحة المواطنين والمقيمين راح نطبقها من ضمن البروتوكول العلاجي. في نفس الوقت هو الرعاية المستمرة المتواجدة في جميع مراكز العلاج والعزل من جميع الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية للتأكد من وصول هذه العلاج وجميعها على أعلى مستوى ممكن أن يقدم في أي مركز علاج أو عزل على مستوى العالم. بالنسبة للوضع الصحي للحالات القائمة،
هو عدد الحالات القائمة واللي طلب وضعها الصحي العلاج على حسب البروتوكول العلاجي 79 حالة، منها 13 حالة اللي هي تحت العناية المركزة. بالنسبة إلى عدد الحالات اللي وضعها مستقر هي 5048 حالة من أصل 5061 حالة. والتعافي مثل ما ذكرنا عندنا نسبة عالية من التعافي، بلغ إلى اليوم 11109 حالات تم تعافيها وخروجها من مراكز العزل والعلاج، وهذه أرقام مبشرة، ولكن مثل ما قلنا في زيادة الحالات، فإحنا نشوف عدد حالات مضاعفة أو في نفس الوقت يصاحبها بعض الوفيات. في المجمل احنا نحب ناكد على هذا، احنا الالتزامات اللي نذكرها والاجراءات الوقائيه جدا جدا بسيطه، يعني اي احد ممكن يطبقها، واحنا لازم تكون جزء من حياتنا الروتينيه، يعني ما نتناسى اي واحد منها، ما نتناسى اهميه غسل الايدي، النظافه الشخصيه، تعقيم الاسطح، لبس الكمامات. لبس الكمام احنا نكرر هو حمايه لك انت كشخص ولا الأشخاص القريبين منك، سواء كان في العائلة أو حتى في مكان العمل. يعني ما أعتقد أن أحد يكون يبغى يكون سبب في نقل العدوى إلى شخص، إلى زميل أو عزيز عليه، أو يعني يتسبب إلى بمرض ومضاعفات ولا سمح الله وفيات. فهذا مهم يأخذ في الاعتبار على مدى الوقت على أساس إحنا نستطيع تطبيقها وما يكون في أي تهاون فيها. فهذه الاحترازات اللي هي مثل ما كررنا، غسل الأيدي ونظافة الأسطح والتباعد الاجتماعي والاتصال، وهذه جدا جدا مهمة، الاتصال برقم 444 في حالة وجود أعراض، لأن وصول الحالات بطريقة مبكرة إلى مراكز العلاج هذه جدا جدا مهمة لتلقي العلاج في الوقت المناسب. وفي الختام طبعا أتمنى طبعا من الجميع أن الالتزام بهذه التعليمات، مراعاتها، واستشعار خطورة التهاون واللي أدى إلى زيادة الحالات في الفترة الأخيرة، وهذا كله يصب في هدف واحد اللي هو صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، واللي هي أولوية قصوى بالنسبة للجميع. الكل مستعد والكل يبذل ما أقصى ما عنده من الفرق، سواء الموجودة في الصفوف الأمامية والموجودين الفرق على جميع الأصعدة، لبذل أقصى مجهود، بس نحتاج إلى تعاون الجميع على أساس نكون في وضع أفضل وتكون الحالات إن شاء الله في فترة بسيطة أقل. شكرا جزيلا. كل الشكر للسادة المتحدثين على ما تفضلوا به. والآن سنأخذ أسئلة الزملاء الصحفيين الذين يتابعون هذا المؤتمر عبر المنظومة الإلكترونية. السؤال الأول من الزميلة فاطمة علي من أخبار الخليج إلى سعادة الدكتور وليد. إلى متى سيراهن الفريق الوطني على التزام ووعي المجتمع، رغم أن ما نشهده يوميا من تصاعد بمؤشر الحالات القائمة خاصة بين البحرينيين نتيجة المخالطة؟ وهل هناك توجه لتغيير خطة الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع البحريني، ومتى سيحين وقتها؟ وهل سيكون الفريق الطبي مجبرا على تحمل تبعات التهاون من البعض؟ شكرا على السؤال. نعتقد أن هناك يعني الكلام يراهن أو أن تكون هناك في مراهنة، هي أقرب إلى أو هي فعلا هي عبارة عن مسؤولية مشتركة وليست عامة رهان على الآخر. ففي هناك مسؤولية مجتمعية، في هناك مسؤولية فردية، في هناك مسؤولية على الحكومة. هذه المسؤولية جميعها عامة هي عبارة عن مسؤولية مشتركة على الجميع أن يؤدي دوره، ولعل المسؤولية الفردية في هذه الأيام هي ما يعني نركز عليه أكثر بالنسبة حق ارتفاع الأعداد. هي ليست قضية مراهنة، بالعكس هذه مصلحة عامة للجميع، فإحنا جميعنا عامة مشتركين في هذه المسؤولية، ولعل المسؤولية الفردية في هذه الأيام تحتاج إلى تعزيز. إلى متى وهل سيتم تغيير الخطة؟ هناك فريق وطني فيه الحمد لله نخبة من يعني أكثر الناس كفاءة وأكثر الناس خبرة على مملكة البحرين، ولهم اتصال مباشر مع الدول الغريبة والدول العالمية، ويعززون يعني ثقافة التعامل والتعامل مع هذا المرض وهذه الجائحة على أعلى عامة المستوى ممكن يكون. لعل هذه يعني إن شاء الله تكون الثقة في هذا الفريق. أما متى ومتى يحين التغيير؟ التغيير إحنا مثل ما تطلعون في مؤتمراتنا وإجراءاتنا اللي موجودة بشكل يعني يومي، هناك عامة إجراءات تتخذ وفي هناك أمور
يعني ديناميكية تتغير من وقت إلى وقت على حسب المعطيات اللي عندنا. فإحنا عندنا معايير ليس فقط معيار ارتفاع الأعداد، يعني الأعداد لما تزيد عندي أو تقصر ليست فقط هي المعيار للتقييم، هناك معيار للطاقة الاستيعابية، هناك معيار للانتشار مثل ما احنا خبرنا عنه اللي هو الار نوت، هناك معيار للاستعداد لرجوع عامة الناس إلى طبيعة أعمالهم، هناك معايير لها علاقة بالأمر الاقتصادي، الأمر الاجتماعي. هذه المعايير جميعها تحدد متى وهل بنغير الخطة، ولكن قضية التفاعل مع الأرقام في طول الوقت وضعها كمحك تقييمي مباشر هذا غير طبعا صحيح، ولكن الفريق الوطني يبذل قدر المستطاع وهو اللي يحدد بإذن الله يعني متى يتم التغيير والخطط الموجودة، ونحب نطمن الناس هذه التغييرات والخطط الموجودة ترى كلها تقريبا مكتوبة مسبقا وهي لها أوقات معينة متى ما احتجناها إن شاء الله احنا يعني نطالب فيه الناس ونطالب أنفسنا عامة بالتزام فيها. نعم. سؤال من الصحفي أيمن شكل من صحيفة الوطن للدكتور مناف، هناك خبر يفيد بأن منظمة الصحة العالمية تصل إلى نتيجة نهائية بأن حامل فيروس كوفيد-19 يعتبر شخص غير معدي للآخرين إلا في حالة ظهور الأعراض لديه وأهمها الحرارة، لذا لا ينصح بحسب المنظمة بفحص الآخرين أو حجزهم بداعي الحجر، بذلك أصبح المسح الوطني والحجر لغير الحالات المؤكدة بالأعراض عديم الجدوى ولا يؤثر على التعامل مع الفيروس. ما مدى صحة هذا الخبر؟ ولو كان صحيح فهل ستفعل البحرين استراتيجية أو ستفعل استراتيجية البحث عن المصابين بالأعراض وليس حاملي الفيروس؟ أوكي، شكرا على هالسؤال. طبعا صدر هذا الخبر من خلال يومين في مؤتمر صحفي حق منظمة الصحة العالمية، وصدر خلال أتوقع يمكن 16 ساعة اللي فاتت بيان تعديلي من منظمة الصحة العالمية على لسان دكتورة ماريا فان كوفهوف، أخبرتنا بأن سياسة منظمة الصحة العالمية أو الكلام اللي نشر في وسائل الاتصال هي ليست سياسة منظمة الصحة العالمية، وكم في صار في تعديل بأن القصد كان يشير إلى دراسة صغيرة لم تنشر بعد بينت بأن انتشار الفيروس من الأشخاص اللي ما عندهم أعراض تكون بنسبة قليلة أو معدومة. فهذا فقط للتوضيح، يعني صار عليه كلام لقط كبير في خلال يومين، واللي تابع الـ يعني الأخبار ويروح حق المصادر الرئيسية، إذا تروحون حق منظمة الصحة العالمية بتشوفون هناك تعديل، وهناك تعديل لهذا الخبر نقل بطريقة شوي كانت خاطئة أو فهم الخبر بطريقة خاطئة. طبعا هناك دراسات منشورة وعديدة، وإن شاء الله إذا الله مكننا إحنا في مملكة البحرين بنكون من الدول اللي بعد تعرض هذه التجربة. القصد كان من الكلام أن الشخص اللي يكون عنده أعراض، وهذا فعلا معروف اللي عنده أعراض، نسبة انتقال العدوى للشخص الثاني يكون أكبر من الشخص اللي ما عنده أعراض، ولكن الكل والبحرين احنا شفنا بأن الأشخاص اللي ما تظهرهم على الأعراض، وهني الكلام جدا مهم، تعريف الأعراض، ما هي الأعراض، أنت شنو تقصد بالأعراض؟ فهناك بعض الأشخاص اللي يحس مثلا التهاب اللوز أو تكسر العافية ما تعتبر من الأعراض اللي هي مهمة أو إن مصاحبة للكوفيد. فحتى هني التعريف إذا نقرأ البحوث الطبية، وإحنا دائما نقول لا تقرأ بس رؤوس الأقلام، عليك بدراسة الخبر وتعرف يعني التفاصيل، لأن هناك تفاصيل صغيرة إذا يعني صارت مخفية عليك الخبر يعطيك يعني إحنا نقول the opposite، يعني يعطيك المعلومة الخاطئة. ولكن إن شاء الله يعني كل يعني شخص ممكن يطلع إلى 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 الأخبار الدقيقة، وإحنا إن شاء الله مثل ما تكلمت إنه بنعرف حتى أثر تتبع المخالطين، بس نحتاج بعض الوقت علشان تكون الدراسة فعلا دقيقة. نعم. سؤال من الزميل محمد الساعي من قناة العربية موجه للدكتورة جميلة، مع التسليم بوجود علاقة بين ارتفاع عدد الحالات التي ترصد يوميا وارتفاع عدد الفحوصات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة مشكورة، ما هو تفسيركم للارتفاع هو وصفه بالمضطرد في أعداد الوفيات؟ شكرا جزيلا على السؤال.
طبعا مع زيادة الفحوصات هي انت بتكتشف الحالات في مراحل مبكرة، سواء كانت الحالات يعني المصابة واللي عندها اعراض او بدون اعراض. مع زيادة الحالات عدد الارقام بتكون موجودة. احنا في طبعا في علم الأوبئة نتكلم اذا كانت في نسبة لوفيات من مرض معين، هذه النسبة تنحط على عدد المرضى الموجودين، فهي تختلف. إذا كان عندك 100 حالة غير 200 حالة فهي بس مناسبة إليها. بالإضافة إلى إحنا نكرر ونقول المصابين يعني اللي تعرضوا لمضاعفات ولا سمح الله للوفاة كانوا عندهم أعراض كامنة. إحنا لهذه الأعراض الكامنة مهم من اللي يصيده. إحنا نقول لما يكون عندك شخص عزيز أو غالي عليك أو في مكان العمل وعنده نوع من أنواع هذه الأمراض الكامنة أو اللي إحنا نسميها تزيد من خطورة المرض، هم هذه الأشخاص الأكثر عرضة إلى مضاعفات المرض ولا سمح الله الوفيات. ولاحظنا أن هذه الوفيات اللي صارت في الفترة الأخيرة أغلبهم من اللي عندهم أكثر من عرض، يعني ما يكون عندهم موضوع يعني عندهم عرض واحد أو مرض كامن، أكثر من شيء. وحسب الدراسات العالمية الموجودة إلى هذا الوقت، وهذا يمكن من الأشياء الثابتة حاليا عن مرض كوفيد 19، إن بعض الأمراض جدا جدا تشكل خطر على هذا الأشخاص، ويكون موازي إليها أن احنا نقول الأشخاص اللي عندهم يعني أمراض كامنة أو كبار السن أو مناعتهم ضعيفة إن يأخذون حذر أكثر، لأنهم بيكونون هم الأكثر عرضة للوفيات. سؤال للدكتور وليد المانع من نيلة بركات من 24/7 نيوز. ما مدى جدية مقار العمل وربما تعني هنا القطاع العام والخاص بمختلفة في اتباع الإجراءات الوقائية مثل الحفاظ على التباعد بين الموظفين والتحقق من درجة حرارة الجسم وتجنب تجمع أكثر من 5 أشخاص في المكان الواحد؟ شكرا على السؤال. أنا أعتقد أن الفريق الطبي أو الفريق الوطني الطبي هو يحدد معايير، يحدد إرشادات معينة، ويحدد يعني أمور احترازية على الجميع أن يلتزم فيها، ليست معنية بمؤسسات حكومية أو غير حكومية أو أماكن عمل أو أماكن حتى أسواق أو غيرها. هي عبارة عن يعني محاذير احترازية ومعايير معينة يلتزم فيها الجميع. هل هناك جدية وهناك ما في هناك طبعا جدية؟ احنا يعني اتفقنا أن يكون هناك في جدية، ولكن قضية المهم بأن احنا كفريق نعطي هذه المؤشرات الموجودة والمعايير للالتزام عامة فيها. المهم جدا ان نعرف اليوم مصدر يعني الانتشار او زياده الاعداد من وين، يعني عشان نعرف نركز على اي اماكن اللي فيها يعني المشكله. وكررنا عامه في مؤتمراتنا واليوم كذلك يعني ذكرنا بان كان الانتشار بين يعني المواطنين صار اكثر، وكانت اسباب اللي اكثر هي عباره عن التجمعات الاسريه والخروج لغير عامه الحاجه، خاصه في التجمعات الاسريه وعدم الالتزام واخذ الاحترازات عامه لتجنب عامة انتقال العدوى بينهم أكثر من أماكن العمل، وهذا أكررها. ولكن إحنا علينا كفريق طبعا نعطي هذه الإرشادات ونعطي هذه وعليهم الالتزام. نعم. أعود لك دكتورة جميلة، وسؤال يمكن ربطه بسؤال محمد الساعي من القناة العربية. هذا السؤال من راجيم الجي دي إن. نرى زيادة في عدد وفيات الكوفيد في البحرين، يتم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل يوميا إن لم يكن أكثر منذ 3 يونيو، مع 5 حالات من أصل أو من يعني من أصل 11 حالة تقل أعمارهم عن 50 عام. كيف تقيمين هذا؟ وهل ينعكس على بروتوكول العلاج؟ شكرا جزيلا. السؤال جدا جدا مهم. بالنسبة للأعمار طبعا العمر احنا قلنا كبار السن هم نوع من الأنواع أو مثل ما نقول مجموعة اللي هم أكثر عرضة للخطر، بس هم مو المجموعة الوحيدة. عندنا الأمراض الأخرى، الأمراض اللي تكون فيها مصاحبة في نقص المناعة، اللي عندهم أمراض في القلب، السكري، اللي عنده مرض في الكلى مزمن في الكلى. هذه المجموعة كلها ممكن يكون في شخص حتى لو كان صغير في السن بس عنده أكثر من عرض كامن أو مرض آخر، هذا يساعد بنسبة إصابته بالمضاعفات ولا سمح الله الوفيات. وهذه الأشخاص كان أغلبهم يعني ما يمنع إن هم بحسب السن، إذا كان سن أصغر إنه ما راح يتعرض لمضاعفات. في حين في نفس الوقت طبعا الدراسات العالمية والإحصاءات العالمية لجميع الحالات في حالات وفيات طبعا نسبة جدا جدا أقل تكون في أشخاص يكون صغير في السن وما عنده حتى أمراض كامنة ولا عنده خطورة، بس هذه نسبة جدا القليلة. معظم الحالات تكون وفيات لأن عندها أسباب أخرى تساعد في تطور هذا المرض ويتحول إلى حالة خطيرة. بالنسبة للبروتوكول العلاجي فعلا يتناسب، هو يتناسب. إحنا بالنسبة
لنا لما يكون المريض يوصل ومصاب إلى أي مركز مراكز العلاج يصنف حالته هل هي متوسطة أو شديدة أو شديدة خطورة، والبروتوكول العلاجي اللي وضع من قبل الفريق الطبي الوطني يتناسب مع كل حالة، وهذا العلاج هو معتمد بين الفريق الوطني واللي احنا نتابع جميع المستجدات على الساحة العلمية لمرض كوفيد 19 سواء في على مستوى المنطقة أو العالم بتواصل مع الخبراء في العالم لتجديده بما يتناسب مع المعلومات الجديدة عن هذا المرض. نعم. سؤال للدكتور مناف من محمد النحاس من الأسرة العربية. تم التوجه لإعادة فتح المراكز التأهيلية الخاصة بذوي الهمم، هل هذا التوقيت مناسب علما أننا نعرف أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مناعة ضعيفة وفرصة للإصابة بالعدوى؟ الفريق الوطني أو الطبي يعني تم وضع جميع الاشتراطات اللي المطلوبة لعملية إعادة فتح أي نشاط، وإحنا حبيت أنا أكد أن عملية فتح أي نشاط هي ملزمة بالتقيد بالإجراءات، وبما أن نحن يعني في مرحلة أن يجب أن يعني نتكيف مع فيروس الكورونا مع اشتراطات واحترازات دقيقة، وبالتالي فإن التقيد بجميع هذه الاحترازات هي بتكون كافية للحماية. عملية فتحة ولا لا بيكون راجع إلى الجهة المختصة، أما إحنا كفريق وطني علينا فقط إبداء الرأي وتقديم جميع الاشتراطات وكذلك المتابعة في أن هذه الجهة متبعة جميع التدابير. نعم. سؤال من بدور المالكي من صحيفة البلاد للدكتور وليد. ما رأيكم في أن بريطانيا صنفت الكوفيد 19 بأنه ليس من الأمراض الخطيرة بل هو مرض عادي بحسب سؤاله؟ شكرا على السؤال. أولا يعني أود أن أنبه دائما بأن كل بلد له خصوصية التعامل مع الفيروس، ولكن يبقى هذا الفيروس هو عبارة عن وباء عالمي لفيروس مستجد، ما زلنا عامة يعني الخبرة فيه من يعني من 5 إلى 6 شهور عالميا، وما زال عامة التعامل مع هذا الفيروس كوباء موجود، خبرتنا فيه لحد ما تعتبر قليلة. الفيروس لحد الآن حتى ما صار فيه له هناك تطعيم، ما زال لليوم البحوث والدراسات بالنسبة حق توافر الأدوية له والتعامل معه ما زالت، حتى احنا ما نعرف بالضبط التغيرات اللي تكون على الفيروس. اعتقد جميع هذه المعلومات واحنا كمملكة البحرين وهذا اللي يهمنا في البلد ان نتعامل مع هذا الفيروس كوباء مستجد قد تطرا عليه اي تغيرات، فالاحتراز فيه هو الاوجب، واخذ يعني الامور الوقائية هي الاكثر عامة اهمية. فاحنا نتعامل معه في البحرين او في مملكة البحرين على اساس ان هذا الوباء قام يحتاج الى احترازات يحتاج إلى أمور وقائية، وهذا ما نعتبرها عامة في مملكة البحرين لسلامة صحة الجميع، من دون يكون الأخ يعني ما فائدة عامة أن نقول والله هذه حين مرض يعني غير يعني ليس بوباء وتحول إلى مرض ساري عادي. نتعامل معه بأكثر احتراز، نتعامل معه بهدف عامة محافظة على صحة الناس والوقاية من أمراض اللي أشد بإذن الله. الله يسلم الجميع بإذن الله. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كل الشكر والتقدير للسادة المتحدثين على ما تفضلوا به من إيجاز وعلى رد أسئلة الزملاء الصحفيين الذين نتوجه لهم بالشكر، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. قبل الختام ننوه إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.